لو الحكاية فيها إن فيتو ماشي أي واحدة. أنا اسمي محمد مجاهد، مدير قسم الإعلام في صندوق الأمم المتحدة للسكان. إحنا موجودين هنا النهاردة للاحتفال باليوم العالمي للشباب اللي مقام في سيد الصاوي. يعني اليوم ده بالنسبة لنا إحنا واخدينه بطريقة مختلفة شوية. إحنا عاوزين نتواصل مع الشباب بالطريقة اللي هم يحبوها، ونسمع منهم ونحاول إن إحنا نقرب منهم أو نجذبهم يعني بفكرة مختلفة. فعشان كده جبنا مجموعة من الفرق الموسيقية من عدد من المحافظات عشان يلعبوا معانا النهاردة في الحفل، وكمان إن إحنا نبقى بنعرض في نفس الوقت بعض الأنشطة والبرامج اللي المنظمات المختلفة في الأمم المتحدة بتقدمها. فيعني باختصار احنا حابين ان احنا نجذب الشباب من خلال الاعمال الفنية والموسيقى، العروض الموسيقية اللي اتعملت، عشان يجوا يتفاعلوا معانا ويسمعوا اكتر مننا ايه اهم المشاريع اللي احنا بنقدمها للشباب كمنظمات للامم المتحدة، ونسمع منهم هم يحبوا يشاركوا ازاي، ايه فرص المشاركة المتاحة، حاجات دي. طيب ايه الفرق اللي ممكن تطلع؟ احنا جالنا فرقه كراكيب من اسكندريه، جالنا فرقه عسلم من اسماعيليه، وفي فرقه اسمها اكوستيك بروجكت او مشروع اكوستيك دي من المشروع. حضرتك شايف الارفال ازاي بالنسبه للشباب؟ هل في فعلا ارفال للشباب على كده؟ والله احنا كنا عاملين حسابنا يعني في حدود مثلا 50 60 حد بيسيبوا ويقلوا. احنا الحمد لله مثلا على الاقل يعني شوف التسجيل بيقول ان احنا على الاقل جالنا حوالي 250 شخص، فدي حاجه تساعدنا، زائد الناس اللي بتعدي يعني كمان الساقيه ان احنا هنا وسط حفلات اخرى في ناس بتعدي واحنا شغالين. فانا اهم حاجه بالنسبه لي الناس تعدي على البوس تعرف احنا ايه المشاريع اللي بنعملها. طب هل المنظمه النهارده بتعرض شيء معين ليها كترويج ليها هي؟ لا، هو احنا يعني كل منظمه بتعرض جزء، بتعرض اهم مشروع هي بتعمله للشباب. فعشان كده المنظمات كلها الموجوده النهارده عندها مشاريع متعلقه بالشباب. بس يعني انا مش عاوز اتكلم على منظمه واسيب منظمه، بس هو كل منظمه بتعرض اهم مشروع مفيد للشباب اللي من خلاله الشباب اللي مشاركه في الاحتفال النهارده بيقدروا يشاركوا او يتطوعوا معانا من خلاله. في مشاريع تانية يا فندم غير المشاريع السينمائية والحاجات دي؟ هو احنا النهارده معتمدين اكتر على عرض العروض الموسيقية، بس احنا يعني في خلال الفترة الجاية ان شاء الله هنحاول نركز اكتر على ان احنا نعمل نتواصل مع الشباب ونقرب منهم من خلال افكار ومبادرات تكون قريبة ليهم وتكون ماشية مع فكرهم والسرعة اللي هم يعني سرعة الريتم بتاعهم. حضرتك شايف الايام اللي جاية بالنسبة للشباب المستقبل بتاعهم ممكن يكون ايه في الايام الفترة اللي احنا شايفين فيها الاقتصاد انتهت والدنيا واقعة؟ شايف الوضع بالنسبة للشباب هيبقى ايه؟ والله هو زي ما المنسق الاقليمي للامم المتحدة اتفضلت اتكلمت يعني في بداية الاحتفالية، احنا دايما مصدقين وعندنا ايمان كامل ان الشباب هم اكتر ناس تقدر تعمل فرق في مستقبل البلد. ياما بلاد كان بتمر بفترات اقتصاديه صعبه وكان عندها مشاكل كتير من اقتصاديه واجتماعيه، ولكن لان كان في فكر مختلف وفي طرح مختلف بالذات من الفئات العمريه للشباب، زي ما قلنا ان مصر نسبه الشباب فيها تزيد عن يعني عدد الناس الاقل من 29 سنه في مصر اكثر من 60% من تعداد السكان. فاكيد الطاقه البشريه دي تقدر تعمل فرق، هي اللي تقدر تبقى الحل للمشاكل المختلفه اللي احنا بنقابلها. طيب اوكي، شكرا لحضرتك. أنا مستني.